شاي بالنعناع يا سيد المعلم. تسلم ايديك يا سناء، حطيها عندك لحد ما اخلص. وخلي امي تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ لا يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله. خلاص يا اخويا من غير لمس. جسمي بيقشعر. خلاص. خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس، تروحي تتطلقي؟ بقول لك ايه، ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق علشان. عشان مين يا اختي؟ عشان مالو؟ اسمع بقى يا بنت الناس، عشان ما نلعبش في دماغ بعض. احنا اتفقنا اللي بينا صحوبية، استجداع، استلطاف، مش اكتر، ولا نسيتي؟ يا عبد العزيز حس بيا شوية. يا ود انا بقيت احلم بيك. يا ربي. وانا كل ما اركز في المصلحه ورقمه العيش تطلع لي مصيبه من تحت تقطيع الارض، كان العكوسات مصروفه لي. ويعني يا اخويا، هو انا كنت سالتك بتعمل ايه عند قنديل في مخزنه؟ خرب بيت ام المخابرات اللي مشغلاها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني انا؟ بقول لك ايه يا زيزو، ما تقابلني بكره. لا بكره ولا بعده ولا بعد شهر كمان. عندي خبر هيخليك تترمي في حضني وما تطلعش. يا ست خبر ايه؟ حل عني بقى وسيبيني. لبنى هتتقري فتحتها الاجازه الجايه على العصر. مش هيحصل. يبقى تقابلني بكره عشان تعرف بقيه الموضوع. اه يا مراري، اه يا مراري منك يا سناء يا بنت الشرشابي. ايه لما التركيز اللي انت فيه ده؟ خلاص يا حاج، انا ظبطت الفيشه بامر ان ما فيش حاجه. طب اقول حاجه تانية ولا اتكل على الله؟ رايح فين يرحم امك؟ الله جرى ايه يا طنط؟ ما تعرفش حرامي في دوره الميه ايه؟ مالك؟ مالي؟ جت ملي يا اخويا لما تبقى تململك في ضلوعك. بقول لك ايه يا ام، انا عارفه الحركات بتاعتك دي كويس قوي، عايزه تعمليهم اطلعي عندك التليفون بره وقولي للشرشاب اللي انت عايزاه. لا 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 لا، ده انت فجرتي على الاخر، وعايزه تاكلي قلم على وشك عشان تبقى. ما تصلي على النبي يا حاج امهار الله. سلام يا حبيبي، في ايه؟ مفيش حاجه حصلت، ده كله ولا حصل؟ امشي انت يا زيزو، اما اشوف ايه موضوع الولايه دي. امشي. ايوه امشي انت يا زيزو. يا ولاد المجانين، ما تنساش بكره هستناك. ايش يا زفته؟ نعم. عايزه مني ايه في يوم اللي مش معدي ده؟ عايزه اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط؟ ما هو كل يوم والتاني تبعتي تجيبي زيزو الكهربائي، قال ايه؟ فيشه الحمام ضربت. مش عليا انا الكلام ده. اكيد في بينك وبينه حاجه، بترتبوا حاجه من ورا ظهري. عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الكهربائي قبل ما فشفش عظمك وانت واقفه. اللي بيني وبينه حب من طرف واحد، بجري وراه بتدلدق عليه وبتحايل عليه وتقلان عليا، مش راضي. وبيني وبينك هيرضى بيا ليه؟ ده انا واحده خارج بيت، ياما خليني شايله في قلبي وسكت احسن لو انا انفجرت، هولع فيكم كلكم. لا 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 لا، ده مش انتي. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا بنت البجاحه والجراءه دي؟ ازاي تكلم امك بالشكل ده؟ ما انتش مكسوفه على دمك لما تقولي انك انت مدلدقه روحك عليه وهو مش موافق؟ انا بقى مش هسكت، ولازما ابوك ياخد خبر. اه ابويا ده بالذات السبب في كل المصايب اللي انا فيها دي، اللي جوزني للجعر بتاعه بهلول الحرامي اللي بيشتغل عنده، ولما سرقوا زياده شويه سجنوا ورماني ورا ظهره زي ما اكون كلب خشب مش لحم ودم. ولعلمك اذا عايزه تروحي تقولي له قولي له، انا مش هخاف من حد بعد كده، واذا مد ايده عليا همشي واسيب لك البيت الطربه فوق دماغك. غوري غوري، من وش جاتك مصيبه؟